السلام عليكم. في هذا الدرس راح نعرف شلون نسوي ادخال المتغيرات من الشاشه باستخدام داله السكانر. هي اكو طريقتين، احنا راح نستخدم طريقه السكانر اللي هي اسهل تكون للمبرمج. احنا عرفنا هنا شلون نعرف المتغيرات وشلون ندخل قيم الها مباشره وشلون نقدر نطبعها بداله السيستم دوت اوت دوت برنت. هسه احنا بدون ما نطبعها مباشره اريد اعطيها قيم من شاشه التنفيذ. خلي اجي امسح كل هذه القيم اللي طايتن، بهذا الشكل. هسه لو اريد ادخل ذن القيم من شاشه التنفيذ لازم هنا استدعي مكتبه السكانر. مكتبه السكانر هي مكتبه مبنيه داخل الجافا، ضخمه جدا، لازم استدعيها داخل المين او خارج المين، استدعيها كستاتيك حتى اقدر اوصل لها واقرا من خلالها هذين المتغيرات. يعني راح اجي هنا اكتب سكانر، اخذ من عندها نسخه، هي شنو المكتبه حتى استخدمها واقدر اوصل لها اخذ من هذه المكتبه نسخه، اسميها ليكون ريد. هاي النسخه يساوي نيو سكانر بهذا الشكل. اخذ من عندها فقط السيستم دوت ان، سيستم دوت ان، تمام. هاي هنا ظهر لنا خطأ. ليه ظهر لنا خطأ؟ لان هذه المكتبة ما اقدر استخدمها اذا ما استدعيها داخل الجافا، هي موجودة لكن لازم استدعيها. شلون استدعيها؟ يا اما اجي اكتبها هنا مباشرة اذا كنت احرفها، او مجرد ما اخلي السهم على السكانر بهذا الشكل راح تظهر لي امبورت سكانر جافا دوت يوتل، يعني استدعي لي هذه المكتبة بهذا الشكل. هو استدعاها onboard java.util.scanner. هسه اقدر استخدمها الى هاي المكتبة. هنا السيستم ما قبلها لان لا اول حرف لازم كابيتال بهذا الشكل. هاي حاليا ما راح اقدر استخدمها غير بس داخل المين، حتى استخدمها خارج المين اقدر احددها كلها بهذا الشكل، خليها خارج المين. نوع الدالة ستاتيك، لازم اخليها عن ستاتيك ايضا بهذا الشكل حتى اقدر استخدمها داخل هذه الدالة. انا حاليا راح استخدم هاي الطريقة وبعدين راح نشوف ذيك الطريقة شلون راح تشتغل ويانا. هسه لو اجي انا اريد ادخل الانتجر، تمام، فراح اجي للاكس اما هنا او هنا اسوي اكس يساوي وادخله او مباشرة منه اكس يساوي اقول له اريد انه الدالة اللي اخذتها دوت next بهذا الشكل انتجر. هيج راح اقدر اقرا انه هذا المتغير من شاشة التنفيذ read dot next integer. اذا اريد اقرا الدبل راح اقول له read dot next double. بهذا الشكل ايضا هنا الدبل. لو نجي نشوف شنو الخطا، انه هنا لازم يساوي يكون موجود next double. هنا ظهر لنا خطا، نقدر نعيد كتابتها read dot next أو next بحرف عادي next double بهذا الشكل. لاحظ أنا أتمنى يظهر المزيد من الأخطاء حتى تتعلمون منها وشلون كيفية حلها. حاليا next double أول حرف من الدبل لازم يكون capital. بهذا الشكل قدرت اقرا الدبل. السترنج شلون اقراها؟ السترنج مجرد ما اكتب تساوي read dot next فقط، هذه هي طريقة قراءة السترنج، مجرد read dot next. اما الكار فراح اقول له يساوي read dot next
دوت كار ات بهذا الشكل، وانطي متغير واحد يعني صفر، يعني ندخل لي حرف واحد قيمة واحدة. بهذا الشكل قدرت اقرأ الكار، وقدرت اقرأ السترينج والدبل، وقدرت اقرأ الانتجر. تمام. هسه لو اجي ادخل من شاشة التنفيذ واريد اطبعهن هنا، اطبع مثلا انتجر فقط، فاقول له اطبع لي اكس، والله ما ادخلهن كلهن، اطبع لي اكس. هسه لو اجي انفذ راح اقول له دخل اول شيء، اول شيء ادخله لازم اللي هو انتجر 12. من اقول له انتر يطلب ادخال ثاني اللي هو الدبل الواي مثلا 34.6، بعدين السترينج ادخل عليه هذا الشكل، بعدين يقول لي الكار ادخل مثلا حرف اف. هسه من اضغط انتر لازم يروح لعبارة السيستم دوت اوت دوت برينت ويطبع لي فقط ال 12. لو اقول له انتر لاحظ طبع لي فقط ال 12. لو اريد اقول له اطبع لي مثلا ال 12 بلس الواي وبلس اريد الار بلس الدبليو، هذا الشكل اطبع لي اياهم كلهم. اجي انفذ من جديد واجي اعطيه قيم 12 دبل 12.5 عليه، هنا حرف واحد يكون حرف السي. حاليا لازم يطبعهم كلهم متغير بصف متغير، لاحظوا بهذا الشكل طبعهم كلهم 24، هنا طبع 24.5، هنا عندنا 12 ويا 12.5 راح يجمعها راح يصير 24.5. ليش؟ لان انا سويت له بلس بلس الواي. اقدر اقول له هنا برنت لاين بهذا الشكل حتى ينزل سطر، واقدر اطبع داخله الواي. حاليا راح اطبع واحد جوالاخ هذا الشكل، لو تلاحظون 12 تمام 12.5، وبعدين السترينج اللي هو علي، بعدين اي حرف مثلا سي. حاليا طبع لي 12.5 تحتها، بعدين السترينج ومن ثم الحرف بهذا الشكل. هسه عرفنا انه اذا اخلي بلس بين المتغيرات راح يجمعهم. شكرا لمتابعتكم.